وللمزيد من المتابعة معنا هاتفيا من بيروت الأستاذ سريكس أبو زيد الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك معنا على أونلايف سيد أبو زيد. وبداية، هل نحن أمام تصعيد محتمل؟ كل الاحتمالات واردة، خاصة بأن إسرائيل يعني تظهر نوع من العداء ضد لبنان والمطامع بمياهه وثرواته، لذلك هي تحاول سرقة الغاز والثروات اللبنانية، بالإضافة إلى الاعتداءات والمطامع السابقة التي كانت تعبر عنها دائما. ولكن الآن الوضع مختلف، لأن الشرعية اللبنانية موحدة في الموقف، سبق والتقى يعني وينسق الرؤساء الثلاثة فيما بينهم لاتخاذ موقف موحد، وهذا ما يعطي للجيش اللبناني غطاء سياسيا يسمح له بأن يرد على أي اعتداء، بالإضافة بأن المقاومة أيضا وضعت نفسها بتصرف المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، مما يجعل الموقف اللبناني موحد سياسيا وعسكريا وشعبيا، وهذا يعطي لبنان قوة. وهذا ما أدركته الوفود والمبعوثين الأمريكيين عندما زاروا لبنان مؤخرا، مما يتطلب موقف حاسم وتدخل من مجلس الأمن بوضع حد لأي اعتداء أو عدوان أمريكي إسرائيلي، بالإضافة بأن الجامعة العربية أيضا مطلوب منها أن تتضامن مع لبنان، لأن لبنان موحد الموقف على مختلف المستويات، مما يعطيه قوة ومواد مناعة لمواجهة التحديات والأطماع الإسرائيلية. طيب سيد أبو زيد، يعني هل هناك حديث عن وساطات بين إسرائيل ولبنان في هذا الوقت الذي يشوبه ترقب وحذر، وكل طرف يترقب للآخر؟ هل هناك حديث عن ذلك؟ لا، هناك تدخل أمريكي، يعني وزير الخارجية الأمريكي بالإضافة لبعض المندوبين والوسطاء الأمريكيين تدخلوا لاقتسام الأراضي الغاز اللبناني في البحر، ولكن نعم. لبنان طيب اعذرني السيد سركيس أبو زيد الكاتب والمحلل السياسي لضيق الوقت، أشكرك شكرا جزيلا.